مساء الخير. المطرب حميد منصور يقول بوحدة من الأغاني يمداركم صدفة وأخذني الدرب من يمداركم. يعني الرجال مفارق وحالته صعبة ومع ذلك بعده يحل الذكريات، وهذه حالة أكثر المفارقين حديثا. لكن الغريب رئيسنا السابق السيد برهم صالح ما صار لأربعة أيام من فارق قصر السلام، واليوم ما شارك حتى بمراسيم تسليم المهام. زين ما حنيت، ما اشتاقيت، هسه لو داق باب الجار كل ظنيتك بابك، هم نقول متهون علي العشرة لو أنت من النوع اللي يسوي حظر من تنتهي العلاقة. هذا حديث الساعة بالنسبة لليوم. تخيلوا مراسم رسمية لتسلم مهام رئيس الجمهورية الجديد، لكن الرئيس السابق ما موجود، بحيث الرئيس الجديد يسلم على الحضور ويستذكر أغنية الفنان صلاح عبد الغفور أدور بين الوجوه على الوجه الأحبة. خلونا من الأغاني ونحكي بشكل جدي، ليش ما حضر السيد برهم صالح للمراسم؟ ماخذ إجازة مرضية، لو أخذت النومة، لو مسافر. المصيبة إلى الآن ما صدر أي توضيح منه بخصوص التغيب. السالفة ممكن تكون خصومة سياسية؟ زين السيد رشيد مو من نفس الحزب؟ رئيس الاتحاد الوطني السيد بافل طالباني مو حضر جلسة الخميس وصرح بأنه انتخاب الرئيس انتصار للشعب الكردي والعراق عموما، وقال أنه السيد رشيد مرشح الاتحاد. حضرتك السيد دكتور برهم صالح مو كتب التغريدة بعد انتخاب الرئيس وقلت بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنيا له النجاح والتوفيق في مهام عمله. عوفك من هذه. قبل 4 سنوات مو الرئيس الأسبق السيد فؤاد معصوم حضر في قصر السلام وسلمك مهام رئاسة الجمهورية؟ شنو مبرر غيابك اليوم مع أنه اليوم دكتور فؤاد معصوم أيضا كان حاضر؟ ننتقل من الرئيس السابق إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللي ما يعرف منين يتلقاها هالأيام. قبل يومين سالفة 3 تريليون المسروقة من أمانات الضرائب، واليوم 70 مليار المخصصة لتأثيث مكتبة لأنه المحكمة الاتحادية أصدرت أمر ولائي بإيقاف صرف المبلغ لحين حسم الدعوة. وهنا عزيزي المواطن خليني أسولف لك شنو الموضوع. قانون الأمن الغذائي اللي نشرته الوقائع قبل أكثر من 3 أشهر، الحكومة ما أرسلت المبالغ الخاصة بالمحافظات من باب التأني، لكن كانت مستعجلة بصرف 70 مليار لمكتب رئيس الوزراء، منها 5 مليارات للأثاث. تخيلوا 5 مليارات أثاث، هذه تشتري لكم مصنع إيكيا مو تأثثون بها مكتب. زين 70 مليار منين أخذها السيد الكاظمي؟ من الأموال المخصصة للقوات الأمنية واللي مجموعها 400 مليار دينار. يقول النائب باسم خشان والنائب مصطفى سند اللي رفعوا الدعوة أنه المبلغ اللي سحبه الكاظمي يعادل أكثر من 17% من الأموال المخصصة للأجهزة الأمنية، ويساوي المبالغ المخصصة لجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات مجتمعا. يعني هذه الثلاث أجهزة المهمة ماخذة نفس المبلغ المخصص لتأثيث مكتب رئيس الوزراء. هنا نسأل شو تسوون بالأثاث والحكومة ما باقي لها غير كم يوم وتودع؟ ثانيا ما صار سنتين من تسلمت الحكومة مهامها، شو بسرعة خربتوا الأثاث؟ شو يصير بالمكتب؟ ثانيا ليش هذا التبذير؟ المفروض الضمون لفلوس الأيام الصعبة، خاصة بعد الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية. اليوم تم رفع طلب إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بمنع السيد الكاظمي من السفر والتحقيق بالسبعين مليار الخاصة بأثاث مكتبه. والله يهون عليك الشدة إن شاء الله. وقبل ما أختم أتطرق لوحدة من بركات حكومتنا الرشيدة، مدينة بسماي اللي كانت الناس تروح لها حتى تخلص من انقطاع الكهرباء والماء. هالأيام بدأت تشهد هجرة عكسية، لأنه بعد انسحاب شركة هنوا الكورية بدأت المشاكل. اليوم مثلا انقطعت الكهرباء بشكل تام، وتعرفون المدينة ما بيها مولدات أهلية باعتبار الكهرباء ما تنقطع، والحجة شنو؟ صيانة. زين الصيانة ما تصير إلا الساعة 1 الظهر ويا حلة المدارس، بحيث الأهالي يقولون أطفالنا انحبسوا بمصاعد البنايات وبالقوة طلعناهم. زين من طفيتوا الكهرباء 4 ساعات ما قلتوا اللي شقته بالطابق من الطابق الخامس وفوق شلون يصعد؟ موظفين راجعين من الدوام تعبانين، الكبار بالسن، الأطفال، المرضى. يعني هذا المشروع السكني الوحيد ما قدرتوا تحلون قضيته؟ خلوا نروح فاصل ونرجع.